معايا عبر الهاتف الآن معالي السفير وائل نصر الدين سفير مصر في كينيا. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بوجودك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. الشرف ليا والله يا استاذ كريم، ويعني تحياتي ليك ولجميع الجماهير. نتشرف بوجودك يا فندم، وبطبيعه الحال هسألك عن بعثتي الاهلي والزمالك. الان تستضيف الاهلي والزمالك دفعه واحده، الوضع ايه بالنسبه للبعثتين؟ الوضع مستقر؟ الوضع جيد؟ الحاله بالنسبه للفنادق، بالنسبه للاقامه، كل الامور بالنسبه للفرقتين والبعثتين ان شاء الله؟ هو الفرقتين طبعا نازلين في احسن فنادق موجوده هنا. هو الفنادق هنا ما هياش ساعه كبيره، انما الخدمه كويسه قوي والاقامه كويسه. عشان كده ما ينفعش طبعا الفرقتين ينزلوا في نفس المكان. حضرتك عارف طبعا بيبقى كل واحد ليه برنامجه وكده اهوت، والاوتيل كمان لا يتسع يعني اهوت لبعثتين كبار زي دول في نفس الوقت. هل طلبوا ده يا فندم؟ هل طلبوا ان هم يبقوا موجودين في اوتيل واحد، او هم مثلا الاثنين المسؤول عن البعثه هنا والمسؤول عن البعثه هناك طلبوا انه نفس الفندق، ولا ده ما حصلش؟ لا، ما حدش طلب نفس الفندق. هم طلبوا مننا نرشح لهم مجموعه من الفنادق، وهم بقى تواصلوا مباشره مع الفنادق ووصلوا للاختيار بتاعهم. عظيم. للفندق الانسب، ويعني الفنادق الحمد لله كويسه. نزل فيها كتير من المسؤولين المصريين قبل كده اهوت، فيعني ما يعني وعلاقاتنا كويسه بالادارات بتاعت الفنادق، ومدير الفنادق دول استقبلوهم، والصدفه مدير الفندقين اشتغلوا في مصر قبل كده، فيعني يحبوا مصر وعارفين الاهلي والزمالك كويس جدا. هايل. فالاقامه جيده جدا الحمد لله. هايل. الفرقتين طبعا من ساعه ما وصلوا كان اهتمامهم الاساسي في المباريات بتاعتهم والتدريب والبرنامج اللي هو سواء البرنامج الغذائي او التدريبي او خلافه ومحاضرات وكده. طبعا يعني هم منكبين جدا على العمل، وان هم يشتغلوا بجديه ويتعاملوا مع المباراتين بتوعهم بجديه شديده. واعتقد ان هم يعني الزمالك النهارده نجح الحمد لله ان هو يعدي اول عقبه، وان شاء الله بكره الاهلي يقدر ان هو يتمكن برضه نحقق فوز مماثل باذن الله. بكره العقل الاكبر هنا في كينيا برضه، خليني اوضح عشان فضل. الناس برضه تبقى عارفه. اتفضل. هي نقص الاكسجين. نيروبي على ارتفاع حوالي 1700 متر فوق سطح البحر. بعض قد لا يعني يعتقد ان دي ممكن تكون مشكله كبيره بالنسبه للاعبين رياضيين، وطبعا اللياقه عاليه والكلام ده كله، انما لا، نقص الاكسجين ده نقطة مهمة جدا. أي بني آدم بيجي هنا بيقعد له مستريح 10 أيام أسبوعين أول ما يبتدي جسمه يتعود على نقص الأكسجين اللي موجود هنا، فطبعا وده يفسر يعني يا فندم الهبوط البدني لفريق الزمالك النهارده في الشوط الثاني عن الشوط الأول. ما كناش فاهمين ده، بس حضرتك دلوقتي وضحت يعني إنه بدنيا الفريق فرق معاه جدا الشوط الثاني. طبعا. وبعدين حضرتك برضو هنا الملاعب ما فيهاش اضاءه ليليه، هو كمان ما فيش غير ملعب واحد الفرقتين بيلعبوا عليه، لان هو ده الملعب الوحيد اللي الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم هو المعترف بيه حاليا في كينيا. فبالتالي هو الملعب ساعته مش كبيره 28000، وما فيهوش اضاءه ليليه، فهم لازم هيلعب بالنهار. فطبعا الوقت المناسب بيبقى هو في حدود الساعه 3 العصر، واللي هي تبقى طبعا الشمس قويه جدا في الفتره ديت، يعني الشمس هنا بتبتدي تحمى من بعد الساعه 1. فطبعا اللعيبه بتلعب في شمس حارقه، وممكن تقول بقى مع الارتفاع ان احنا قريبين شويه من الشمس. فدي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان هي كينيا على خط الاستواء، فطبعا الشمس متعامده تقريبا على الارض هنا اهوت، فطبعا حارقه جدا. يعني انت بتقعد 10 دقائق بتلاقي نفسك يعني خدت لون في الشمس ده. صحيح صحيح. البعثه المصريه او الجماهير المصريه اللي موجوده في كينيا تقريبا بكره هتبقى موجوده في مباراه النادي الاهلي باعداد تقدر بقد ايه تقريبا يا فندم؟ هو احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجيب اكبر عدد ممكن من التذاكر. فريق ورماهيا كان يعني محدد عدد محدد، والنادي الاهلي النهارده قعدوا معاهم اجتماع الفني بين الجهازين في الفرقتين، وحاولوا ان هم يجيبوا اكبر عدد ممكن من الاماكن للجماهير المصريه. انما هو طبعا الاقبال الكيني غير عادي على
مباراه بكره. يعني لو قسنا بمباراه الزمالك كان في عامل مهم ان هو يوم السبت هنا بيبقى نص يوم عمل، فبالتالي كان شيء طبيعي ان ما نلاقيش المدرجات مليانه، وبالذات اللي هي كانت ظاهره في شاشه التلفزيون اللي هي كانت يعني الشمس نازله فيها جامد، الناحيه الثانيه اللي كانت كان فيها جمهور اكبر طبعا وكانت مليانه. بكره قد الوضع ده يكون يختلف، لان بالذات زي ما قلت لحضرتك ان سعه الاستاد مش كبيره 28,000، فاعتقد ان الاستاد هيكون مليان بشكل اكبر لان بكره يوم حد، وبالتالي هي ده يوم اجازه رسميه في كل البلاد بقى، فبالتالي فرصه اكبر للناس ان هي تتفرج على المباراه وتيجي موجود. زائد طبعا ان جورماهيا ده نادي يعني ليه تاريخ كبير في كينيا ومشجعينه عددهم غفيره جدا بما فيهم المسؤولين، يعني احب اقول لك ان المسؤولين خلصوا على التذاكر اللي هي مخصصه لجورماهيا وابتدوا يلجاوا للسفاره ان احنا نوفر لهم تذاكر من اللي موجوده للمصريين. طبعا احنا مش هنديهم حاجه من دول، بس أيوة. انا قصدي ان هو ايوه ارجوك يا فندم، اقبال كبير يعني. صحيح ارجوك يا فندم. حضرتك استقبلت بقى النادي الاهلي في عشاء ما قبل هذه المواجهه، الحاله ايه؟ الروح المعنويه عامله ازاي؟ الحديث حضرتك معاهم كان عامل ازاي؟ لا طبعا الحاله المعنويه عاليه جدا، والفريق مستعد، تم استعداد للمباراه واخدها بشكل جاد جدا، ومقدرين طبعا الظروف اللي بيلعبوا فيها سواء بالنسبه للشمس او للارتفاع ونقص الاكسجين، فان شاء الله يعني يكونوا على قد المباراه بكره، وان شاء الله حققوا نصر مماثل اللي حققه الزمالك ان شاء الله. مهم طبعا التقسيم الجهد على مدار المباراه، يعني طبعا مساله نقص الاكسجين دي لازم هتاثر بشكل او باخر. سفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات ما قبل مباراه الاهلي وجورماهيا الكيني.